كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أكرمنا الله تعالى بمجالسة أهل القرآن في مركز خدمة القرآن الكريم في بيروت العامرة بالقرآن وأهله في مسجد الزيدانية، وهو اليوم الثاني من فعاليات مسابقة القرآن الكريم التي تجريها جمعية الإمام الشاطبي رحمه الله. وكانت هذه المسابقة في القرآن الكريم كله للمجازين بالقرآن الكريم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل من شارك في هذه المسابقة له السبق وهو من الفائزين، ويبقى التنافس في الدرجات. وإنما كان هذا اللقاء من أجل إكرام أهل القرآن، ومن أجل أن يتلاقى أهل القرآن الكريم على المنافسة الحقيقية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هاتان غزير نعيم في الحياة، ومكرمات وفي الأخرى إلى الخلد المصير، وفي الأخرى إلى الخلد المصير.